طيب تعالى بقى نروح عبر زوم، ويا رب يطلع الصوت حلو. مهندس هشام محمد عبد السلام. مهندس هشام هو رئيس مجلس إدارة شركة HST والحاصل على فضية القطاع الطبي. فضية القطاع الطبي باشمهندس هشام تيجي ازاي؟ ده اللي انا هفهمه دلوقتي. اكيد عمل جهاز متعلق بالأجهزة الطبية، صح ولا ايه؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازاي حضرتك استاذ يوسف؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ جدا. كله تمام؟ كله زي الفل يا فندم، كله مبروك تمام. مره واثنين وثلاثه وعشرة. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك يا فندم. السؤال اللي هيساله واحد ساذج زي المهندس هشام واخد جايزه في القطاع الطبي ازاي؟ فانا جاوبت برضو على نفسي كساذج، قلت اكيد عمل جهاز مهم لاغراض طبيه ولا ايه؟ هي مش بالظبط كده، احنا خلقنا ماده من رمله سينا البيضاء. انت عارف رمله سينا دي كنز كبير جدا، حتى سياده الرئيس وقف تصديرها في الفتره الاخيره لان دي ثروه تساوي اكثر من الذهب بالنسبه لاهل مصر. الرمله البيضاء قدرنا نخلق ماده فيزيائيه طبيعيه بتقنيه النانو مع الاندماج الحراري. الماده دي تستطيع القضاء على جميع انواع البكتيريا او جميع انواع الفيروس والحمايه منها في دايره نص قطرها 80 سم بمجال في علم جديد خالص اسمه علم الكوانتم فيزيكس. دي بقى اللي هي في العلم بيسموها هندسه المواد ولا دي حاجه ولا دي كيمياء؟ العلم الكمي، فيزياء الكم اللي هي الفيزياء الحديثه. في العلم الكمي ده ليه خواص ما ينطبقش عليها الفيزياء الطبيعيه، اللي هي الترددات بتاعتها بتبقى 10^15. احنا العالم لسه بيتكلم في ترددات صغيره زي موبايل 5G، وبعدين نقول 5G. احنا بعد الجي في تيرا، بعد التيرا في كوانتا. احنا نجحنا نخلي الرمله تولد بتقنيه، نخلي ماده مصنعه من الرمله تولد ترددات في رينج الكوانتا اللي هي الكوانتم فيزيكس. طيب الكوانتم ده بيعمل مجال نص قطره 80 سم. في المجال ده اي بكتيريا او اي فيروس ما يقدرش يهاجم الانسان، ينتهي في المجال اللي حواليك، كان انا حاطك وحبيب جوه قناع او جوه بلوره. يعني دي حاجه تزرع داخل الجسم؟ لا 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 خالص، دي ماده هنحطها على اي حاجه ديكور، احطها لك على سلسله خشب شيك تلبسها، احطها لك على ساعه، احطها لك على جلد طبيعي. دي ماده، الماده دي بتتحط على اي ديكور، الديكور ده يعمل دايره نص او كوره نص قطرها 80 سم. تخيل كوره كده محاوطه دماغك كده بمجال، كل المجال ده ما ينفعش يدخل فيه بكتيريا ولا فيروس، وبالتالي نقدر نتصدى لاي حروب بيولوجيه. فانا اغطي شيء ما بهذه الماده صح ولا اصنع الشيء بالماده دي؟ اصنع الشيء بالماده، احنا بنعملها سلسله. الرخصه احنا خدنا رخصه صناعيه من جمهوريه مصر العربيه من وزاره الصناعه، مشكورين يعني. دي سلسله بتتلبس، السلسله دي بتعمل كوره نص قطرها 80 سم. داخل مساحه الكوره دي كلها بيغير الوسط حاجه اسمها قلوي، وبيخليش اي فيروس يقدر يعيش او بكتيريا في الوسط القلوي. يعني البس السلسله دي معياش ولا ايه؟ لا ما يجيلكش حاجه. بجد؟ اه والله. ايه العلم ده؟ هو حضراتكم بتجيبوا الكلام ده ازاي؟ ده علم اسمه علم الكوانتم، من العلوم الجديده، من العلوم الحديثه يعني في العالم، ولسه الناس مش قادر يستوعبوا العلوم دي قوي، لكن احنا نجحنا ان احنا نخلق ماده بعلم الكوانتم ده، نانو تكنولوجي. الكوانتم ده بيقدر يعمل مجال، المجال ده بيقضي على اي فيروس واي بكتيريا. وبيزود فيتامين دي في الجسم الطبيعي، ولو ايه حضرتك خدت الفيروس بيضرب حاجه اسمها السبايك بروتين جوه الفيروس، اللي هي الشوكه اللي بتكون منها الفيروس او الخشايا الخليه ده، بيبقى الشوكه دي اللي بتمسك في الخليه بتاعت الانسان. فلما اضرب السبايك بروتين ده الخليه تضعف، توقف الريبليكيشن. الكلام ده بيتم حضرتك لو في اصابه، انا بوقف الاصابه دي في 20 دقيقه. احنا في مصر بنعمل الكلام ده يا فندم؟ ايوه بنعمل الكلام ده واكتر من كده كمان يا فندم، بعقول وايدينا المصريين. حاجات جديده هنفاجئ بها سياده الرئيس ومصر وشعب مصر، يعني حاجات ان شاء الله هنسعد جدا بالعلوم الحديثه يعني ان شاء الله. طب بما انه حضرتك قلت لي احنا خدنا رخصه لتصنيع هذه الماده ونعمل منها منتجات، دي تبقى منتجات اسعارها غالي قوي ولا نص نص؟ لا لا متداول لاي حد، سعر المصري كده. معلش تاني كده؟ معلش كده. سعر الماده دي لما بنعملها المنتج ده بيقعد من 6 شهور لسنه. اوكي. انت من 6 شهور لسنه هتستهلك ماسكات قد ايه؟ مثلا في حدود 100 جنيه، 80 جنيه، 90 جنيه كده يعني.
فالمنتج ده بيقعد معاك سنه كامله ثمنه في حدود ال 100 جنيه. هو لو حتى 6 شهور ما عنديش مشكله يعني، 80 جنيه كل 6 اشهر مش هيحصل حاجه يعني. بالظبط كده، بالظبط حضرتك. طب ويبدا خط الانتاج قادر يا كريم امتى؟ خط الانتاج اوريدي بدا، وبدانا نطلع عينات وبدا البيع بكميات محدوده. كنا مستنيين الحفله بتاعه التسليم عشان نعمل حمله اعلانيه وحضرتكم تقفوا معانا عشان نقدر نطلع حاجه جديده يعني. لا انا معاك اعتبر الموضوع انا هو كمان. على فكره احنا انتهينا من الاختبارات على الهيربت اللي هي الزئبه الحمراء اللي ملهاش علاج، بنقضي عليها كمان في 20 دقيقه. جدل القرود بنقضي عليها في 20 دقيقه. فاقول لي انا مطمن اهل مصر ومطمن حضرتك ما تقلقوش، حتى لو جدل القرود جابت ولبس التقنيه بتاعتنا الجديده اللي اسمها اوكتا اتش، ان شاء الله شعبنا محمي بامر ربنا ان شاء الله. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، دي كلها امور اكتر من رائعة اكتر من مبهرة يعني. اللي بيحافظ على حياة البشر ده بالتأكيد انه يعني جزاؤه عند ربنا كبير جدا. بس الحمد لله، الحمد لله. مش عارف اقول لك ايه باشمهندس هشام، انا سعيد جدا وشاكر جدا على الاتصال ده، الى ان نلتقي قريبا إن شاء الله جدا ونيجي نشوف خط الانتاج الاقتصادي الكبير باذن الله. باذن الله ربنا يوفقك يا باشمهندس هشام. كل الشكر لحضرتك مهندس هشام محمد عبد السلام، رئيس مجلس اداره شركه اتش اس تي، والحاصل على فضيه القطاع الطبي، ابتكار جديد لماده موجودة كانت عندنا وما كناش بنستخدمها صح وبنهملها وبنصدرها، فجي رئيس الجمهورية قال لا ما تتصدرش، ليها استخدامات كتير عندنا. فيجي عقل نابه وشغال فيقول احنا نقدر نعمل 1 2 3 4 بما يفيد البشرية ويحافظ على صحة الإنسان. ده اللي بيحصل في مصر يا أستاذ يا ست يا طيبين يا أمرة. ياللي يجي واحد يقول لك وايه اللي حصل في مصر، ما هي هي دي بتتراجع، كل ده وبتتراجع، ده انت مؤمن قوي.